السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل كارد زي اللي شفناه دلوقتي. هنعرف إزاي بنصممه وإزاي بنقلب الكارد ونعدله بضغطة واحدة. طيب أول حاجة بنعمل insert pictures زي ما احنا شايفين كده، عملنا insert pictures ودخلنا الصور، وبعد كده عندنا الكاردز بعملها في سلايد تانية وبكتب الأسماء بتاعت الإيه الكاردز دي. طبعا زي ما انا عايز العدد بزوده، يعني عايز مثلا اعمل كاردز كتير هنا بعمل كاردز كتير، بس انا هعمل اكزامبل على اتنين. طيب اول حاجه هنا بعد ما نعمل انسرت ونظبط الاحجام وكده، ببدا اول حاجه خالص احدد الاتنين دول واضغط على انيميشنز، هختار من هنا او طبعا ممكن اد انيميشن more entrance effects، وهنا على حسب الاصدار بتاعي هو ايه. انا دلوقتي لو اصدار قديم قبل 2013 هختار split، طب لو بعد كده 2013 او اكتر هختار stretch على حسب الاصدار اللي انا بستخدمه. فانا هنا اختار stretch. طيب حددنا كده الايه الانيميشن، ببدا اعمل هنا اغير في الاوبشنز ديت اخليها 25، وهنا after previous، ونركز قوي في الخطوات دي لان الخطوات دي كل خطوه لازم تتعمل. ما ينفعش مثلا لو في خطوه نسيت اعملها او كده هيبوظ مني الكارد، مش هقدر ان انا اطلعه بالصوره اللي احنا شفناها. طيب هنا اختار السلايد الثانيه، اختار التو شيبس دول او احددهم كده بنفس الطريقه، ممكن احددهم كده واختار من هنا او من هنا على حسب، ممكن اختار more exit effects، وهنا نفس الكلام على الاصدار بتاعي على حسب الاصدار بتاعي. لو هو اكبر او اكتر من 2013 و 2016 مثلا هيبقى collapse، لو اقدم من 2013 هيبقى split. فانا هختار collapse، هنا برضه هخليها 25 قصدي، وبعد كده هنيجي ناخد دول كات نحطهم عليهم كده، ولازم نتأكد ان الاحجام هي هي بالظبط، يعني نفس حجم الكارت ده هو هو حجم البيكتشر اللي تحتيه. طيب بعد كده هعمل ايه، هختار انيميشن بين من هنا، فبيظهر لي الاربعه هم دول الكاردز اللي احنا حطيناهم ودول الصور اللي تحتهم. طيب انا هختار اول حاجة الكارد الاولاني اللي هو ده شارك، ولازم اتأكد ان اللي انا مختاره ظاهر عندي هنا اهو. طيب هعمل ايه، كليك يمين تايمينج تريجرز، بعد كده هختار نفس الكارد بالظبط، يعني انا هنا مختار ايه شارك، يبقى احدد اللي انا مختاره اهو تمام. طيب التاني نفس الكلام، بس قبل ما ابدا في التاني هبدا ان انا اختار ايه الصوره اللي تحت الكارد اللي انا حطيته، واخدها كده ايه تحتي، بحيث ان كده الكارد اهو والصوره تحتي. طيب هنا الكارد ده اللي هو فيش هنعمل معاه نفس الكلام، تايمينج تريجرز فيش، وبعد كده هسحب دي ايه تحديد كده. انا عملت اول جزء ان انا بقلب الكارت يديني الصوره اللي تحتيه بنفس الطريقه كده، والتاني نفس الكلام، بس انا لو دوست تاني مش هيعمل حاجه، هينقلني للسلايد جديدة او هيقفل لي الايه الباوربوينت نفسه الشو. فانا هعمل ايه بقى هنا، اللي انا عملته الخطوات اللي احنا عملناها في الاول هنعملها تاني، فهنحدد دول وندوس send to back تمام، وهنختار add animation more entrance effects زي ما احنا شايفين، برضو نختار نفس
الانترنس افكت ويزورهم لي فوق هنا. طيب وبعد كده هنا برضو هختار 25 after previous، وبعد كده هختار اللي هم التانيين اللي هم هنا، هعمل برضو هحددهم واختار send to back. add animation more exit effects collapse. تمام، فانا هنا ظهروا لي الاربعة تاني برضو بس مع كوسين، يعني هنا الاحمر هنا بقى اخضر والاخضر بقى احمر، يعني هنا عكست، ما عملت سندو باك عكست برضو. طيب هنا هختار برضو هخلي التايمينج 25 في الاتنين دول. تمام، وهنا هعمل تريجرز للشيب الاولاني، هو المفروض انا اختار بيكتشر 7 فهحدد بيكتشر ايه 7. تمام، وده المفروض الايه الكارد اللي تحت بيكتشر 7، فهنعمل ايه هنسحبه كده برضو، ولازم نتأكد ان هو نفس الكارد. طيب وهنا بيكتشر 6 تايمينج تريجرز بيكتشر 6 وده اللي تحتيه برضو هاخده كده. طيب يبقى انا عملت ايه، عملت 4 شيبس كده، ده للكاردز وده للبيكتشرز، والطريقه دي كده ادوس على فيش ادوس عليها تاني هيظهر لي الكارد. طيب وبعد كده هنا تاني برضو هيظهر لي الكارد. يبقى كده احنا عملنا الفليبت كارد بالطريقه اللي احنا عايزينها. ممكن بقى نصمم نعمل ديزاين الوان الكلام ده كله، ده ممكن نعمله بأي شكل احنا عايزينه او اي تصميم احنا عايزينه.